فالمركزية جاءت واخد براحتك في الاتجاه العلمي. بمعنى ايه؟ ان هم لما طلعوا في الفضاء وصوروا فلقوا الارض كرة معلقة ومظلمة، ولذلك حتى الرجل قال ايه؟ اجدها كرة مظلمة معلقة، من الذي علقها؟ هو يريد خرج هو أرمسترونج. وكان كأنه يريد أن يقول بلسان الحال لا بلسان المقال: الله الذي علقها. ووجدوا فيها شعاع يخرج من الأرض، من الأرض. كتبوه في الشبكة العنكبوتية في الإنترنت على مدى 21 يوم، ثم أخفوه. أخفوه لماذا؟ يعني الامور تتبع يعني مقاصد يعني اخفاءه. دعنا نقول انه له دلاله، بس له دلاله كبيره جدا. لسبب، لان هذا البيت العتيق، يعني هم لما جم ولقوا فيها شعاع، لقوا الشعاع ده قصير الموجه. لما لقوا هذا الشعاع ابتدوا يركزوا الصوره، فوجدوا انه خارج من مكه، وبالتركيز وجدوا انه خارج من الكعبه. هذا ما ذكر. ووجدوا ان هذا الشعاع ليس له منتهى، يعني لما طلعوا في المريخ قعدوا يصوروا فلقوا الشعاع مستمر. فقالوا ان طول الموجه اللي احنا عارفينها، او قصر طول الموجه اللي احنا عارفينها، هذا الشعاع له خاصيه محدده. تمام. وهو انه مستمر لاسباب، لانه كما اعتقد انه يصل هذا الشعاع او يربط الكعبه المشرفه بالبيت المعمور. انت عندك قطب شمالي، قطب جنوبي، في النص في منطقه اسمها منطقه التعادل المغناطيسي. تمام. لو حطيت فيها ابره مغناطيسيه لا تنحرف، يعني السحب هنا وهنا واحد. ايوه، يبقى دي بيسموها الطول المغناطيسي، التي ليس لا فيها خطوط قوه مغناطيسيه. تمام. ودي عشان كده اللي بيروح مكه، اللي عايش في مكه المفروض يبقى اطول عمرا واكثر صحه واقل تاثيرا بالجاذبيه الارضيه، وبالتالي عندما تطوف انت تشحن. معلش، ايوه، هذه حقيقه، هذه حقيقه للبعد عن، لانك انت لا تؤثر فيك المجالات المغناطيسيه الارضيه في هذه الحاله. Together put it in that eastern corner of the Kaaba, and the black stone because of
transported several times, has been fragmented into about 15 small pieces. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is quoted to have said that this stone, min ahjar al-sama, min ahjar al-jannah, it is part of the stones of heaven. It is part of the stones from paradise. هناك بحث ان صخور مكة البازلتية السوداء هي افضل صخور الموجودة في العالم. هذا كلام حقيقي. افضل الصخور. اي هذا اثبت علميا. اثبت علميا وبحث منشور. ليس افضل صخور بازلتية من بازلتية من مكة وشافوا المناطق الكونية. الامر ان المتحف البريطاني فيه ثلاث شرائح من الحجر الاسود. وقالوا هذا الحجر ليس من صخور المكة. Thank you.